صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكا المعنون على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. بدايه اسبوع جديد وبدايه يوم جميل ان شاء الله باذن الله، بوجودكم معانا ربنا يرضيكم ويرضيكم فيه بكل خير ان شاء الله باذن الله. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الحادق وهنعمل صنفين حلو. على فكره الحلقه بتاعتنا النهارده مش من اختياري انا ورغده، الحلقه بتاعتنا النهارده معموله بناء عن طلبات اتطلبت مننا من جمهورنا ومن كواليسنا. فالحلقه النهارده معمول فيها ايه؟ معمول فيها بطاطس محشيه باللحمه المفرومه، ومعمول فيها ام علي، ومعمول فيها البسيسه. تمام كده؟ قبل ما نبدا في اي حاجه عايز افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان برقمنا للتواصل اللي موجود على الشاشه من اي رقم ارضي على 02-3835-227، من اي رقم ارضي تاني على 02-3835-227، ومن اي رقم دولي على هو الرقم بس بنزود قبليه 002-0202-3835-227. في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل بدايتها كده هنعمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة. طيب عندنا حاجة هنا اسمها ان احنا بنستفيد بكل حاجة في الصنف. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هقور بطاطس عشان احشيها، هرمي الحشو؟ لا مش هرمي الحشو، هاخد الحشو احمره زي ما انا محمرة البطاطس كده. طب تحميرة كاملة يا نونة ولا نص تحميرة؟ انا بصراحة بحبها تحميرة كاملة، اللي هي ايه يعني كل حاجة مستوية، ما خلاهاش معمولة زي البطاطس المطبوخة. في فرق بين ان انا اكل بطاطس محشيه وفي فرق بين ان انا اكل بطاطس مطبوخه، فانا محتاجه ان يبقى في شمخه كده للتحميره بتاعه البطاطس، فمش عايزاها نص تحميره، لا انا عايزاها تحميره كامله، تطلع لونها ذهبي فاتح كده واحمر كمان القلب بتاعها. طيب اللحمه المفرومه اللي انا هعصجها النهارده دي عندك اختيارين، تعمليها بزيت بس، تعمليها بزبده وزيت، تعمليها بسمنه، انا ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. طيب في كمان الصلصه، انا النهارده زودت حاجه على الطريقة المعتادة بتاعتي، أنا دايماً بعصج اللحمة وبحشي بيها البطاطس عادي، وباخد حبة من اللحمة المعصجة بحطها في الأرضية كده، لأن أنا بالنسبة لي ولادي وعندنا في البيت بناكل الأرضية ديت وهي متنغنغة بالصوص كده أكتر من البطاطس كمان. طيب بس أنا النهاردة حبيت إن البطاطساية من جوه تبقى متطعمة، هي راغدة فين؟ يعني ما بحبش يعني بحب دايماً صوتك يبقى منورني كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هبدأ بتعصيجة اللحمة وهوريكم النهاردة حاجة مختلفة انا ما عملتهاش قبل كده، بس انا عايزة اعملها النهاردة، وايه هي هنعرفها مع بعض. يلا بينا زبدة وزيت وننزل باللحمة، والوك عندي سخن جدا. ليه سخن جدا؟ علشان انا مش عايزة اللحمة تعمل ايه رغدة؟ تنزل سوائل وتجيب مية. الله اكبر عليك. طيب تمي مي نعمل ايه؟ اه طبعا عملناها قبل كده، رغده بتقول لي هينفع ان احنا نعمل نفس الوصفه بس نشيل اللحمه المفرومه ونحط فراخ متعصجه. اه طبعا ينفع. عايزه تسقيها صلصه؟ ماشي، بس احنا المره اللي فاتت يا رغده لما عملناها ما سقيناهاش صلصه، سقيناها ايه؟ ها مش سامعه. وايت صوص. برافو عليكي برافو عليك. فلما نيجي نعمل بطاطس محشية فراخ ما بنعملش الوش بتاعها صلصة. طب أنا لو عايزة أعمل الوش بتاعها صلصة هيجرى حاجة؟ لا يا ست الكل والله مش هيجرى حاجة، ما عنديش أي مشكلة، ما عنديش أي مشكلة. طيب إيه؟ لا 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 لا، عارفة يعني مش عارفة، مش مستطعمها يعني. أنا ما بيكون في مقادير وصفة بستطعمها. رغدة دلوقتي تقول لي إيه؟ طب ينفع إن إحنا نحط لها سجق؟ لا لا خالص يعني. طيب عايزه اعمل حاجه كمان يا رغده، في الصلصه بتاعتنا احنا حاطين بصل، ممكن نشيل البصل ونعملها بتوم بس؟ انا عايزه النهارده البطاطس اللي باللحمه المفرومه اللي احنا عاملينها دي تبقى مختلفه، مش عايزه اللي ياكلها عندي يعرف ياكلها في حته تانية خالص غير لو كان بيعملها بنفس طريقتي. طيب شويه زبده، حطينا فص توم مفروم خشن بالشكل ده كده او متقطع شرايح، شايفين؟ طيب هنزل عليه بصلصه الطماطم. بسم الله. والنبي والنبي لابس ابيض، امال البس اسود؟ صباح الفل يا ام محمد.
صباح الخير يا شيف نور. صباح العسل يا حلويات، عامله ايه؟ انتي عامله ايه يا قلبي؟ انا بخير طول ما انتي بخير يا ست الناس. يا اجمل ورق شيف في الدنيا. يسعد لي قلبك يا رب ويخلي لي يبارك لسانك لك. الحلو، ربنا يخليكي ليا. شيف نور عايزه طريقه الكريب. عينيا الاتنين، ده احنا هنعمل له حلقه حلوه وحادق. عيوني ان شاء الله. عينيا ممكن طلب تاني؟ عيوني يا رب يبارك لك. انا عارفه ان انت بتكبر الخاطر. على راسي. اكبري بخاطري. الله يبارك لك. عينيا. الله يخليك، اقفي معايا. عينيا ادي رقمك لرغده وعيوني. ماشي، ما تتكلميش على الهوا. ادي رقمك لرغده وعيوني. بصوا كده عملت ايه. هي الصلصه، الصلصه دي هل هسقي بيها البطاطس بس؟ لا، ده انا النهارده هطعم لك البطاطس نفسها من جوه تطعيمه ما شاء الله، تاكليها كده تدوب في بقك. حطينا ايه؟ حطينا الثوم وحطينا البهارات، ولسه ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل اسود، ونزلت عليها بصلصه الطماطم. ادي اللحمه المفرومه، شويه زيت وشويه زبده، نزلت باللحمه غير لونها مع رشه فلفل اسود، ارجع انزل عليها بالبصل. نعم ينفع؟ مش هينفع صح؟ طيب بصوا كده، انا عندي هنا المفروض احط في تعصيجة اللحمه بصل وتوم، احط ايه الاول؟ الله ينور عليك يا حمدي، تسلم ايدك يا رغده، انتوا الاثنين شاطرين. هحط التوم يطلع الروائح الحلوه بتاعته. هتلاقوا ان انا بحط توم في كل اكل، عشان انا بصراحه لو تعرفوا فوائد التوم قسما بالله هتعملوا زي بابا الله يرحمه. يعني كان يقوم الصبح على الريق كده يبلع فص توم. يعني بصي، هو مش كل الناس تقدر تعملها، بس اقول لك على حاجه، لو عودتي نفسك ان انت تاخديها زي الكبسوله، تحطيها في بقك كده زي الكبسوله، مش شرط فص توم اللي هو قد الصباع دوت، فص توم حطيه في بقك وبلعيه، قسما بالله العظيم بصوا بيعالج حاجات كتير جدا. ده بالنسبه للناس كلها. بالنسبه بقى للبنات اللي بتهتم ببشرتها وبشعرها والكلام ده كله، عايزه اقول لكم ان فص التوم دوت لو خدتيه على مدار 15 يوم متواصلين، لو في حبوب في وشك تتشال، لو في اثار حبوب تتشال، بشرتك فيها بقع، كل دوت يروح، قسما بالله العظيم فص التوم اللي هتاخديه على الصبح دوت هيفرق معاكي. عشان كده حتى لو انا مش هقدر ان انا اخده على الريق بحطه في كل الاكل. نعم يا راضي. ايوه. حطيت هنا ايه؟ زبده وزيت، ونزلت باللحمه المفرومه مع رشه فلفل اسود، اتعصجت وتغير لونها، رجعت بعد كده نزلت بالثوم، طلع الروائح الحلوه بتاعته، نزلت بالفلفل الحامي، وعايزه اقول لكم ريحه اللحمه تجنن، ارجع انزل بعد كده عليها بالبصل، بسم الله. ميم؟ صباح الفل يا ام عمر. السلام عليكم. عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست الكل، عاملة ايه؟ عاملة ايه يا شيف نون؟ أنا بخير يا ست الناس، عاملة ايه؟ وحشتيني أوي، أنا بحبك أوي. يسعد لي قلبك يا رب، وأحلى تحية لأهل الفيوم منوراني. أنا بحبك أوي، بحب كل وصفاتك. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك أبدا. والله منورة الشفا يا شيف نون. الدنيا كلها منورة بيكي يا ست الناس، والله تسلمي وتعيشي. بحبك أوي. حبيبتي يسعد لي قلبك يا رب. بعدين يا شيف نونة، انا عندي يعني عيله عندها 6 شهور وكده، عايزه اعمل لها كيكه اللي هي بالفراوله دي. 6 شهور هتعملي لها كيكه بالفراوله؟ ايوه. ليه يا ام عمر؟ ليه بدأها بدري قوي كده؟ ليه بدأها قوي بدري قوي؟ هي 6 شهور صغيره؟ صغننه خالص ان انت توكليها كيك. طب بعد اذن حضرتك انا عايزاكي تكلمني بعد الهوا. عينيا الاثنين، حاضر، خدي رقمها يا رغده. عيوني الاثنين. بصوا كده اللحمه كده تمام وزي الفل، حطيت لها الفلفل الاسود والملح، وهسيبها على النار. انا عايزه بس الم الجوانب بتاعتها، عشان انا ايه عندي عقده من حته ان الجوانب يبقى فيها حاجه. بصوا كده بالشكل ده، نخلي دايما الحاجه واحنا شغالين تبقى نظيفه. الصلصه بتاعتنا تمام وزي الفل، هي اصلا متسبكه، هشيلها من على النار حفاظا على الابيض اللي انا لابساه. تمام، هعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. بصوا الصلصه عامله ازاي، تمام وزي الفل. طيب الصلصه دي انا هسقي بيها، هحط لها دلوقتي الملح والفلفل الاسود، هعمل بيها حاجه تانية يا رغده. انا قلت لك قبل الهوا انا ناوي اعمل ايه. ها قلت الرغده انا مش هسقي بس البطاطس النهارده بالصلصه، قالت له ما انا عايزه تعملي ايه. قلت لها انا محتاجه ان انا اخد شويه من الصلصه المتسبكه دي بالثوم مع الملح والفلفل الاسود كده، واروح حاطه منها شويه على اللحمه اللي متعصجه. انا ما عملتش كده قبل كده. طيب ليه؟ كنت معزومه في مكان ما، ماشي، هقول اهو يا رغده، هعترف، سامعاني، هعترف اهو،
هعترف انا ليه غيرت الحته ديت. كنت معزومه في مكان ما، والناس اللي انا كنت معزومه عندهم كانوا عاملين بطاطس محشيه، ماشي. فالمهم لقيت اللحمه من جوه ناشفه، البطاطسيه من جوه نفسها ناشفه، كميه الصلصه اللي اتسقى بيها البطاطس مش اللي هي تديني بطاطسيه جوسي كده زي ماما ربنا يديها الصحه ما بتعملها. احنا ايه متعودين ان البطاطس كده بتبقى جوسي كده وطريه وتاكليها كده تدوب. فالناس اللي انا كنت معزومه عندهم دول، انا حتى يعني هي صاحبتي مش غريبه عليا، وقلت لها بتقول لي ها ايه رايك في البطاطس، قلت لها كانت محتاجه تترى شويه. لا 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 تعالي بقى وقولي لي اعمل ايه. فانا قلت لها على اللي تعمله، قلت لها انت منشفه اللحمه من جوه، اللحمه ما فيهاش سوائل. يعني ايه ما فيهاش سوائل؟ قالت لي يعني كنت ازود لها شويه ميه، قلت لها لا مش شويه ميه طبعا. قالت لي طب كنت اسيب لها اوطي لها النار تبق الميه بتاعتها ويبقى فيها سوائل، قلت لها لا. قالت لي امال اعمل ايه؟ قلت لها هكون عامله الصلصه وتاخدي منها شويه صلصه تحطيها عليها بالشكل ده كده. قلت لها منها هتطعمي اللحمه حلوه قوي، منها هتخلي اللحمه تبقى جوسي زياده، لما تيجي تحشي بيها البطاطس هتلاقي البطاطسايه متطعمه من جوه، ولما تيجي تسقي بيها البطاطس من بره هتلاقيها برده متطعمه ومدياكي تطعيمه في منتهى الجمال. ده اللي انا قلته، وده اللي انا قلت لرغده النهارده هنعمله. قلت ممكن طبعا، بس دي هتبقى اطعم. رغده دلوقتي بتقول لي ممكن نحط معلقتين صلصه طماطم مع اللحمه المفرومه. طبعا ممكن، بس الصلصه اللي احنا هنا مشوحينها مع الثوم وحاطين لها البهارات والملح والفلفل الاسود وخدت ودت كده مع نفسها، لما تتحط على اللحمه المفرومه هتديني تطعيمه احلى واطعم بكتير. طيب انا كده عندي الصلصه اهي. طيب هنا سؤال، وسؤال مهم جدا، حالا حالا، قوام الصلصه ده هو ده اللي هسقي بيه البطاطس ولا محتاج يتعمل له ايه؟ مين اللي اتكلمت؟ رغده الله ينور عليكي. محتاج يتخفف شويه، ما ينفعش ان هي تبقى كده. انا سبتها وهي متسبكه كده لما خدت منها ايه؟ حبه مع اللحمه، لكن انا محتاج ان هي تخف عن كده شويه علشان اسقي. طيب هعمل كده ماشي، وهبدا ان انا اعمل حاجه واحده بس عشان نطلع فاصل. بصوا بقى، عشان لما اقول لكم ان اللي في الارضيه، ربنا يديك الصحه يا ماما يا رب ويعافيكي، ان اللي في الارضيه ده تقول لك ايه، انا بكتر لكم اللي في الارضيه علشان انا عارفه ان انتوا بتحبوه وبتاكلوه اكتر من البطاطس. هو ده فعلا اللي بيحصل، بتروح جايبه تقوير البطاطس كله، وحتى لو تقوير البطاطس قليل وهي عامله كميه قليله على قدنا، فبتروح جايبه بطاطس ثانيه وتبدا ان هي ايه تقطعها كده اهوت مبروم كده اهوت او بالقشاره عشان تبقى الكميه اللي في الارض كتير. بتعمل كده بالشكل ده، ولازم يتحمر، لازم 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 يتحمر، ما يتحطش ني عشان ما يبقاش عامل زي البطاطس المطبوخه. وبتروح واخده حبه من اللحمه. يلا بينا نطلع فاصل. حاضر. عينيا، بصوا بتبدا ان هي تحط لحمه مفرومه مع البطاطس اللي في الارضيه كده، وتبدا تعمل فرشه بالشكل ده او قاعده للبطاطس نفسها، وتبدا تاخد البطاطس دي كده. بصوا بقى هنا في ايه حاجه ماما بتعملها عشان هي ايه موسوسه زي ادي اللحمه كلها اهي. هل هينفع ان انا اخد هنا البطاطس واخد من اللحمه دي وحشي على طول؟ عشان ايه؟ لا لا لا، ماما عندها حته ايه، ان انا ادام عندي كميه اهي من اللحمه وعندي كميه البطاطس ممكن تكون اقل من اللحمه دي، ما ينفعش ان انا تبقى ايدي لمسه كل اللحمه اللي انا ممكن ما استخدمهاش كلها. فبتعمل ايه، بتروح عامله كده واخده حبه اهو في طبق بره، واسيب ده نضيف زي ما هو ما تمددش عليه ايد، واجي هنا كده وابدا ان انا احشي. خلصت الكميه دي اخد غيرها، ما خلصتش وهي على تمام اللي انا عايزاه يبقى خلاص ديت بقى لما تبرد هنستخدمها في حاجه تانية، مش هنستخدمها وهتشيلها في كيس في الفريزر، ما عندهاش اي مشكله. بس هي مبداها كده، وهو ده اللي هي معلمهولي، ان ادام الحاجه انا مش هستخدمها كلها ما مديش ايدي فيها كلها. يلا بينا نطلع فاصل. يلا نطلع فاصل. يلا بينا. حاضر، حقك عليا. يلا بينا نطلع فاصل
ونرجع من الفاصل نكون حشينا بقيه البطاطس بتاعتنا ونرجع مع بعض نسقيها ونشوف عندنا ايه تاني النهارده في حلقتنا. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلد يوكل. زي ما حضراتكم شايفين كده عملنا ايه، خدنا شويه ميه صغيرين خففنا بيهم الصلصه وهشطتس كلها بتاعتنا بالشكل ده شايفين. ابدا ان انا احط كده على الوش علشان لما تدخل الفرن، طبعا البطاطس عندنا مستويه كويس، اللحمه مستويه كويس، فانا محتاجه ايه؟ كل اللي انا محتاجاه ان البطاطس بتاعتنا تعمل ايه يا رغده؟ هي رغده فين؟ ماشي طيب، محتاجين البطاطس بتاعتنا تعمل ايه؟ يا دوب ان هي تاخد وش مش اكتر. طيب قبل ما اطلع الفاصل انا خدت حبه لحمه مفرومه من اللحمه بتاعتنا كلها، زي مامي ربنا يديها الصحه معوديني ان احنا ما ينفعش ان احنا نشتغل بحاجه كلها في وقت واحد، اهي خدت ده النضيف اللي انا ما استخدمتوش. طب باقي اللي انا استخدمته، باقي اللي انا استخدمته اهم فاضل معلقتين، هرجعهم تاني للحمه. ها هرجع، امال هعمل فيهم ايه؟ او اكلهم. بس احنا في رغيف فين وفي لقمه بلدي كده على ما ماما تخلص باقي الاكل، اهو نحطهم في الارضيه كده، لكن ما رجعهمش ما رجعهمش. نعم نحطهم في البتاع. وساعات لما بتكون ماما قاعده بتحشي البطاطس وكده وانا قاعده قدامها وتفضل بقى معلقتين كده ولا ثلاثه في الطبق اللي هي بتحشي منه، اجي اقول لها ايه؟ بقول لك ايه؟ هو فاضل معاكي لحمه مفرومه؟ تقول لي اقول لها هاتيهم هاتيهم. اروح ايه واكلهم بالمعلقه كده وهي قاعده. بصوا كده، الله يهني عمرك يا رب. كده تمام وزي الفل. معانا مين يا رغد؟ صباح الفل يا ام اروى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف نونا؟ الحمد لله يا قلبي تسلمي لي. بنحبك والله يا شيف نونا على الاخر. يسعد لي قلبك يا رب ما نحرمش منك ابدا. والله العظيم بنحبك على اخر يا شيف نونا. يبارك لي في عمرك يا رب ما نحرمش منك، احلى تحيه لاهل انا، نورتيني. متابعاتي والله من كل يوم. ربنا يبارك لي في عمرك ما نحرمش منك ولا من متابعتك يا رب. يخليك يا شيف نونا يا رب. حبيبتي حبيبتي. اموريني ليكي طلبات يا ام اروى؟ ام اروى ليكي طلبات يا قلبي؟ كنت عايزه ضيفه الدونت يا شيف نونا. الدونت سناير 2 حاضر، ليكي طلبات تانيه؟ لا يخليك يا رب. حبيبتي يا شيف نونا حبيبتي يسعد لي قلبك نورتيني. عملنا البطاطس وحطيناها في الفرن، نيجي بقى دلوقتي نعمل ايه؟ انا محتاجه بقالي فتره كبيره كده نفسي هفاني على ام علي، ماشي؟ وايه وقلت ايه؟ لا ده محمود، لا ده محمود، نفسي هفاني على ام علي. بس انا واحده من الناس لما بيكون نفسي هفاني على حاجه وانا ماليش مزاج اعملها بس ليا مزاج اكلها من مكان معين، بفتكر بعدها ان انا ايه، ما انا لو جبتها من المكان ده مش هتبقى على مزاجي زي ما انا عايزه. انا واحده يعني في اغلبيه الحلويات ما بحبش المكسرات وخصوصا في ام علي، فانا عاملاها من غير مكسرات. ماشي يا محمود؟ انا عاملاها من غير مكسرات. ماشي. فانا النهارده جايبه ايه؟ جايبه الملفيه وبيتباع في اي مكان من مستلزمات الحلواني، تمام؟ بالشكل ده كده. عايزه تعمليها بالكرواسون ما عنديش اي مشكله، عايزه تجيبي الجلاش وتحمريه ما عنديش اي مشكله، عايزه تجيبي الرقاق الطري وتبداي تقطعيه وتحمريه ما عنديش اي مشكله، باللي انت عايزاه. بس انا النهارده قلت انا عايزه اعمل ام علي زي ما بجيبها من بره بس ما يبقاش فيها مكسرات، انا عايزه كده استمتع بطعم الملفيه مع الحليب. طب الايه؟
لا فينو لا، ممكن الكرواسون ماشي عشان التوريقه بتاعت الزبده نفسها بتدي تطعيمه حلوه قوي، لكن لو فينو مش تبقى حلوه. الجلاش هتبقى حلوه جدا، الرقاق الطري هتبقى حلوه جدا جدا جدا، فكل دوت ماشي معانا ما فيهاش اي مشكله. ببدا ان انا اكسره كده بالمنظر ده. عايزه اقول لكم ان انا ممكن اصلا اكل الملفيه لوحده كده من غير ولا لبن ولا اي حاجه بالشكل ده، بالمنظر ده كده. راغده معايا؟ طب علي لي صوتك كده. طيب دلوقتي الملفيه عندي، عشان السؤال دوت لاي حد معانا في الكنترول المصورين وليكي والحمدي. تمام جاهزين؟ جاهزين. طيب دلوقتي انا عندي الملفيه ده ومكسراه بالشكل ده كده. مش سامعه جدعه، برافو عليكي. بتقولي ها ينفع استخدمه في ايه تاني؟ برافو عليكي. ينفع اعمل ايه؟ لا مش قوي، ما هو يبقى زي ام علي. ها اقدر استخدمه في ايه تاني؟ في ايه؟ في لبن. ايه ما هنحطين عليه لبن خلاص بقى ام علي. ها ها قولولي. نسيه ايه؟ لا ما هو طيب خلاص غلب حماركم. طب ماشي قولولي، ما تعرفوا. ماشي تمام. هل لو احنا دلوقتي عملنا رز بلبن وحطيناه في اطباق وسبناه يبرد خالص كده ويتلج، ورجعنا بعد كده حطينا عليه الملفيه وهو متحمر ده كده اللي هو فضل عندنا، ورجعنا بعد كده حطينا من فوقيه سنه عسل بسيطه او سنه صوص شوكولاته او سنه صوص كراميل، هيقول لنا لا؟ مش هيقول لنا لا. طيب لا ما يقولش لا. طيب لو جبنا بقيه الملفيه ده وجينا بعد كده عملنا صينيه بسبوسه ورحنا حطينا عليها طبقه كنافه متحمره، بعد ما سقينا البسبوسه حطينا عليها طبقه كنافه متحمره وحطينا على الوش طبقه الملفيه دوت وسقيناها كلها كده بالعسل او حطينا عليها سنه حليب مكثف وشويه مكسرات، هتقول لنا لا؟ مش هتقول لنا لا. لو حمرنا حبه كنافه، لو حمرنا حبه كنافه وجبنا كاسات بتاعتنا عملنا طبقه كنافه بطبقه كريم شانتيه وطبقه ملفيه وطبقه كنافه وطبقه كريم شانتيه وطلعت لنا طبقات كده ملفيه مع الكنافه والكريم شانتيه وزيناها على الوش بعسل نحل ومعاها شويه فاكهه ومكسرات، ايه رايكم؟ لا 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 لا، يعني معنى كده ان الملفيه اللي عندنا نقدر نستخدمه في اي وصفه غير ام علي، ما عنديش فيه اي مشكله خالص. طيب انا دلوقتي اهو وزعت الملفي بتاعنا على القوالب اللي انا هشتغل بيها وسايبه مساحه. ليه؟ علشان انا هستخدم النهارده كريم شانتيه بالشكل ده كده. هاجي دلوقتي اجيب حليب مغلي، مغلي ولا يبقى ساقع ولا يبقى سخن عادي، بصوا شايفين البخار؟ عايزاه يكون مغلي، واروح حاطه فيه سكر، والسكر حسب الرغبه. طيب مظبوط ولا زياده؟ ها مظبوط ولا زياده؟ السكر اللي هيتحط الحدق التسكيله بتاعته مظبوطه ولا زياده شويه؟ محمود رد. ها انتوا ايه؟ زياده سيكه؟ ها يا حمدي؟ لا. ليه؟ سنه ايه؟ لا الجريمزون دي، الجريمزون دي بتاعنا خام مش هيبقى مسكر. لا هو فعلا هنسكر شويه، هنسكر شويه علشان لما ينزل على الملفيه يبقى مدينا التسكيره اللي احنا عايزينها. طيب بص بقى الحركه دي، بص بص الحركه دي، بصوا كده معلقتين زبده كده، ثانيه اصب الحليب ونطلع بسرعه. عندنا مين معانا؟ حد معانا؟ ام محمود. صباح الفل يا ام محمود. يسعد صباحك بكل خير وسعاده يا رب. هو ايه صوت العسل ده؟ ايه صوت العسل ده حبيبتي؟ والله انت كلمتيني قبل كده صح؟ ايوه كلمتيني قبل كده صح يا ام محمود؟ ايوه عم انا صوت القمر دوت ما يتنسيش. صباح الهنا عليكي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير، وبقيت بخير اكتر لما سمعت صوتك والله العظيم. الصوت ده انا قلت لك عليه والخميس ان الصوت ده اللي بيطمن صح؟ الله يخليك يا حبيبتي، يسعد لي قلبك والله. الله يبارك لي في عمرك
يا رب. نورين امين، تسلم ايديكي على الحاجات الجميله دي. تسلم عمرك يا رب من كل شر، ما نحرمش منك ابدا. الله يخليك. انا كنت بس عايزه اسالك على يعني تقولي لي مقادير عجينه تنفع كل المخبوزات. عيني حاضر. طب وليه اقولها لك؟ ما تستني الاسبوع اللي احنا فيه دوت على اواخره كده، اعمل لك عجينه تنفع لكل حاجه. تسلمي لي، سلم عمرك. تسلم عيونك. اكتبي عندك يا رغده ان العجينه اللي هتنفع لكل حاجه دي معموله بناء على طلب ام محمود، ام صوت سكر، ده اللي بيطمنا دايما. نورتيني يا ام محمود، نورتيني. بصوا كده انا بعمل ايه، انا باخد الحليب المغلي اللي متسكر بالشكل ده كده، انا بسقي وبستنى. نعم. لسه قايله والله ان انا نفسي اكلها من غير مكسرات. عارف انا عارفين ليه؟ والله العظيم يعني بسيب حته حريه حطه المكسرات دي. لا 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 انا قصدي ان انا لما بكون في حاجه عايزه احس بطعم الملفيه مثلا مع الحليب، بحس ان المكسرات بتاخدني في حته تانية كده، او بحس ان في تطعيمه دخلت على تطعيمه اللبن بالملفيه، فانا مش عايزه حاجه زي كده بصراحه، فحبيت النهارده ان انا اعملها سد. لكن حبايبنا اللي عايزين يعملوها بمكسرات ما عنديش اي مشكله. طب بنحط المكسرات فيها ولا بنحطها على الوش؟ فيها. ها هنحط المكسرات على الوش لو احنا مش هنعمل طبقه الكريم شانتيه اللي احنا هنعملها النهارده. لكن لو احنا هنعمل طبقه الكريم شانتيه دي ممكن ان احنا نحطها من جوه لو عايزين مكسرات. طيب انا دلوقتي خلاص خلصت. شايفين؟ بصوا شكل ام علي عامله ازاي؟ نحط الحليب ونسيبها شويه علشان الملفيه يشرب الحليب ويدينا اللي احنا عايزينه. ارجع بعد كده مقص يا ادم، احط الكريم شانتيه ونطلع على طول. بصوا بقى، بسم الله، كيس حلواني من غير بلبله ومن غير اي حاجه خالص. يلا معايا. يلا بينا. بصوا بعمل ايه. بالشكل ده كده. ده اصلا لما يدخل الفرن هيبدا ان هو يسيح. والله ماشي اوكي. شايفين؟ يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكون حطينا باقي الكريم شانتيه بتاعنا على ام علي، ونرجع نحطها في الفرن ونشوف ايه الحلو بتاع امهاتنا، الحلو اللي مفيش حد ما بيقولش عليه ان هو شبعان منه، الحلو اللي بيرجع لنا لذكريات كتير جدا واحنا صغيرين. ايه الحلو ده؟ هنعرف هو ايه، ومعمول بناء على طلب محمد ابراهيم. فهنطلع فاصل ونشوف ايه الحلو بتاع امهاتنا اللي هنعمله بعد الفاصل. شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته، ومستنيكم. فاصل. حطينا البطاطس بتاعتنا في الفرن، ام علي كمان حطيناها في الفرن، وهنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل بسيسه امهاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 انت عارف ان فتره الكيكه دي ببقى عامله زي الساحر. شايفين؟ نعمل كده. هو ايه الجمال اللي احنا فيه ده؟ يا روحي عالجمال. ايه ده؟ بص كده.
ايه الريحه التحفه اللي انا شماها دي؟ ما تيجي نبص كده. ايه ده؟ هو ايه ده؟ ما تيجي نعمل كده ونبص ونشوف الفراغات يا روحي على الجمال. كوبايه شاي محمد ابراهيم بسرعه. بص المنظر وريحه البرتقال بتاعتها تجنن تجنن. عظمة عظمة عظمة. أنا قعدت أكل هننسى الحلقة ومش هنكمل من طعمة البسيسة وحلاوتها. والله العظيم تحفة. نعمل كده وتعالوا نشوف مع بعض التحفة دي اتعملت ازاي. لا كده أكني فار اللي واكل منها. استنى بس نطلع واحدة كمان كده. يا روحي على بسيسة أمهاتنا وجمالها كده. مش سامعة. يلا بينا. في ايه؟ اه تصدق هنعمل البسيسة ازاي النهاردة يا حمدي؟ هو احنا قدامنا كتير على الفاصل؟ ها؟ قدامنا كتير على الفاصل؟ لا قدامنا كتير على الفاصل عشان اكل حتة كمان؟ ماشي يلا بينا ننزل مقادير البسيسة النهاردة اللي معمولة نصها دقيق ونصها دقيق ذرة ونشوف ايه التفاصيل المميزة اللي تطلعها لك بالشكل ده. بصوا شكلها الله أكبر علينا وعلى البسيسة بتاعتنا اللي جربها من ورانا اللي جربها من ورانا مش هيقدر ان هو ما يكررهاش مرة واتنين وعشرة. مقاديرنا على الشاشة في البسيسة بتقول ان احنا معانا ايه؟ كوبايتين دي ذرة اصفر ولازم يتنخل عشان ما يبقاش فيه قشر الذرة ولا قدر الله بعد الشر تقف في زورنا. طيب معايا ايه؟ نص كوباية دي ابيض عادي والاتنين منخولين، اربع بيضات، نص كوباية زيت، نص كوباية مياه غازية. رغدة فين؟ هو المقادير دي متعايرة بكوبايتي صح؟ طب احنا المفروض ان احنا حاطين نص كوباية مية غازية. نص كوباية مية غازية، معايا كمان كوباية سكر وكوباية كاملة عصير برتقال، معلقة كبيرة بشر برتقال، معلقة ونص كبيرة بيكنج باودر. عصير البرتقال مع الصودا برتقال مع بشر البرتقال بتخلي الريحة واللون بتاع البسيسة زي ما انتم شايفين كده. ادي لون البسيسة، بصوا شكلها عامل ازاي؟ شايفين اللون بتاعها؟ ومش قادرة اقول لكم كل قطعة بتتقطع ريحة البرتقال مفحفحة مفحفحة. طيب نعمل ايه؟ نحط بيض. وهتشوفوا في المقادير ان احنا مش حاطين فانيليا. وليه احط فانيليا وانا عندي بشر برتقان؟ ادي بيض بشر برتقان، ادي سكر، ادي زيت، عينيا، معايا بيكنج باودر هحطه هنا على الدقيق مع دقيق الذره، هنزل هنا بالصودا هنزل عليها بعصير البرتقال الفريش. يا نهار ابيض على الروايح اللي تجنن وكلها برتقال في برتقال. طيب نشيل ده كله كده. نعم عندي بوله خلاطي الجبار احط كده وابدا ان انا اضرب فيه حاجتنا دي كلها. تكت زرار واحدة بقى الخليط عندي. يا نهار ابيض على الريحة، يا نهار ابيض على الجمال. نفضل نفضل الخليط كده ونصبح على اسماء ونقول لها صباح الهنا. يا سمسم يا اسماء
سمسمة وقعت مننا. نوريني تاني يا أسماء باتصالك. نيجي هنا كده، عندي الدقيق حطيت عليه البيكنج باودر وطبعا كله منخول. انزل كده دقيق الذرة لازم يكون منخول عشان لا قدر الله ما يبقاش فيه اي قشرة تقف في زور حضرتك وانت بتاكلي او اي حد ياكل منها يشرق، مش عايزين الكلام ده. نعمل كده نخلط كله والخليط يبقى ناعم. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180. انا النهاردة عملت ام علي في الفرن بتاعنا اللي هو 45 لتر وضربت البسيسة في الخلاط بتاعه، فالاتنين النهاردة منزلهم لك في صفحة سوق المطبخ بسعر هايل هايل هايل. ومش بس كده، مدياكي عليهم كمان هاند بلندر هدية. مدياكي عليهم هاند بلندر هدية. بصوا المنظر عامل ازاي، شايفين الخليط ده لونه عامل القوام بتاعه عامل ازاي؟ حد هيقول لي الخليط عامل ازاي؟ خفيف. المفروض ان هو يحصل فيه ايه؟ يتقل. الله ينور عليكم. فالمفروض ان انا قبل ما احطه في الصينيه اسيبه قد ايه؟ 10 دقائق. الله اكبر علينا. يبدا ان هو يتقل معانا، اسيبه 10 دقائق كده وابدا بعد كده الصينيه بتاعتنا مدهونه زبده ومتعفره بدقيق واحطها فيه. واحطها فيه، صغري الصينيه شويه عشان البسيسه تطلع لك عاليه. ما ينفعش ان هي تبقى الصينيه كبيره وتبقى رفيعه. طيب نرجع تاني. نعم بصيت عليها، والله واكبر علينا. النهارده الفرن انا عملت فيه ام علي تمام، وعملت النهارده كمان البسيسه بتاعتنا في الخلاط. مدياكي الاثنين النهارده في صفحه سوق المطبخ بسعر هايل 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 يسوي الهوايل. ومعاه كمان الهاند بلندر بتاعنا هديه، معاه الهاند بلندر هديه. يعني حضرتك النهارده هتاخدي فرن 45 لتر. الله واكبر عليها، الله يحميه. نبص كده على ام علي يا حمدي ونخش جوه الفوق. يا نهار ابيض على الجمال، بيعمل ام علي بس ده بيعمل كل حاجه. صحتين وعافيه على قلب اللي هياكل. بيعمل كل حاجه. بيعمل ايه؟ بيعمل حلو وحادق. بيعمل حلو وحادق. بصوا المنظر، فرن 45 لتر ما يغركوش منظره الصغير من بره. احنا عاملينه بالشكل ده كده علشان تحطيه في اي مكان يبدا ان هو يكون شكله كويس ما ياخدش مساحه، لكن من جوه كبير. المساحة بتاعت الفرن من جوه كبيرة، الظهر بتاعه مجوف فياخد الصاج زي ما انت شايفة كده. تشوي فيه فراخ شواية، تحط فيه مكرونة بالبشاميل، تحط فيه صينية بطاطس، تحط فيه يا لهوي على الكيك وجماله لما بيتعمل في الفرن بتاعنا. حاجة كده تطلع لك مظبوطة على الشعر. فالنهاردة أنا مدياك الفرن ومدياك الخلاط الجبار بتاعنا معاه المطحنة بتاعته ومدياك عليهم هاند بلندر هدية. تطلبيه بسرعة لأن العدد بتاع الفرن اللي موجود محدود. عدد الفرن اللي موجود محدود تمام، علشان كده. وموجود منه ايه؟ موجود منه السيلفر والاسود، يعني ممكن اصلا خلال كام يوم يبقى مش موجود اساسا. فعلشان كده، ولو رجع، لو رجع هيرجع بسعر جديد. انا بقول لكم اهو علشان بصوا احنا محجمين الدنيا على قد ما بنقدر وعامله معاهم بلاوي زود علشان اطلع الحاجه بالاسعار اللي انتوا هتلاقوها عندهم مش هتلاقوها في اي حته تانية. الاسعار بتاعتهم مش هتلاقوها في اي حته تانية. تلات ارقام للتلات شبكات، الكيو ار معانا قدامنا. الكيو ار اللي حضرتك هتشوفيه ده هو اللي هيدخلك على صفحه سوق المطبخ علشان تاخدي كل اللي انت عايزاه وتشوفي كل اللي انت عايزاه. ومش بس الفرن والخلاط وعليه الهاند بلندر بتوعنا النهارده، ده في حاجات كتير 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 موجوده في صفحه سوق المطبخ. ادي صفحه سوق المطبخ اهي. ادي صفحه سوق المطبخ اهي. عشان انت قلت لي كده. عليها واتساب، ندوس عليه نلاقي نفسنا جوه. تعالوا كده نمشي خطوتين ثلاثه في الصفحه، اربعه خمسه كمان، لان مع كل خطوه بتلاقي حاجه مختلفه. طيب نمشي كده ونلاقي العرض بتاع النهارده عرض اتنين، العرض عرضين، واختاري بين اتنين. يعني ايه العرض عرضين ونختار بين اتنين؟ ثانيه واحده. اه والله هم كاتبين كده عشان هم حاطين اي وحديتين. يا تاخدوا العرض، يا تاخدوا العرض الخلاط مع الفرن بخصم مادي كبير، يا تاخدوا الخلاط مع الفرن وعليه الهاند بلندر هديه. طيب الصواني الالمونيا ما شاء الله اللهم بارك هتلاقوها كمان موجوده عندهم، الثلاث مقاسات بثلاث اشكال، ثلاث مقاسات بثلاث اشكال، يعني الطقم تسع صواني ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك. عندنا ايه كمان؟ عندنا محضر الطعام اللي بيقوم ب 38 وظيفه. عندنا ايه كمان؟ عندنا الخلاط بتاعنا نازل عليه وعليه هاند بلندر هديه، دول لوحدهم، او تاخدي الخلاط وممكن تلغي الهاند بلندر وتاخدي هديه ثانيه مفاجاه. عندهم قطقم ميلامين اهو، انا عايزه اجيب الفيديو ده كده يا حمدي. طقم الميلامين اللي نازل الجديد ده ليه اشكال كتير جدا بالوان. بصوا المنظر، شايفين الالوان؟
عايزه اقول لكم ان الطقم الميلامين ده الطقم الميلامين الوحيد اللي على مستوى الجمهوريه 12 كيلو، تقيل جدا وضد الكسر، بيخش غساله الاطباق وبيخش الميكرويف ما شاء الله اللهم بارك. عندهم كمان الحلل الجرانيت، الحلل الجرانيت عندهم ال 10 وال 13 وعندهم الجرانيت التيتانيوم وعندهم ال 10 وال 13 وعندهم ال 15 وعندهم ال 23 بس دوت مش موجود حاليا. عندهم حاجات كتير جدا، عندهم طقم البايركس التسع قطع اللي قلت لكم عليه ما شاء الله اللهم بارك، تعملي العزومه وتسد معاكي مش قادره اقول لك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده اوريكم الفرن بتاعنا عامل ايه في ام علي. يا روحي على الجمال، يا سعدك يا هناك يا حوضه، النهارده اروح فين؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال والحلويات بتاعتنا دي النهارده؟ ايه العظمه اللي احنا عاملينها دي النهارده؟ بص بقى يا حمدي ده كمان، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره البايركس اللي انا مستخدماه النهارده ده للبطاطس نفس النظام برضو من الطقم اللي هو التسع قطع اللي نازل على صفحه سوق المطبخ، شايفين؟ ثلاث اشكال بثلاث مقاسات، تسع قطع بينزلوا لك على صفحه سوق المطبخ اللي انا لسه بتكلم عليه. عندهم كل حاجه انت تتخيليها، كل المطلوب من حضرتك ترفعي سماعه التليفون عليهم وتقولي لهم لو سمحتوا انا محتاجه العرض اللي نونا بتتكلم عليه، اللي هو ايه يا ست الناس؟ اللي هو الفرن مع الخلاط وعليه الهاند بلندر هديه. محتاجة حاجة تانية يا ست الكل؟ لا والله يا بنتي أنا تمام كده والحمد لله، فبارك الله فيما رزق. بص البسيسة بتتقل ازاي؟ ده اللي أنا بتكلم فيه. تطلبيه النهارده نازل لك بخصم حلو جدا 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 جدا. طيب ايه اللي بيميز صفحه سوق المطبخ عن اي صفحه ثانيه؟ لا 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 لا، ده انت تجيبي بقى ورقه وقلم وتكتبي ورايا يا ست الكل. في مميزات كتير جدا تميز صفحه سوق المطبخ عن اي صفحه ثانيه. اول حاجه خدمه ما بعد البيع، مش هتلاقي زيها في اي مكان. اي مكان تروحيه مجرد ما يبيع لك الحاجه خلاص الموضوع خلص، علاقته بيكي انتهت. لكن لا، صفحه سوق المطبخ حضرتك بتشتري من عندهم الحاجه وعندهم خدمه ما بعد البيع ممتازه ممتازه ما شاء الله اللهم بارك. مفيش حاجه اسمها انك اشتريتي الحاجه منهم وخلاص، لا. في حاجه تانية كمان، ان الاسعار اللي هتلاقيها في صفحه سوق المطبخ مش هتلاقيها موجوده في اي مكان. في حاجه تانية كمان، ان الضمانات اللي موجوده على اي اجهزه او اي اطقم موجوده في صفحه سوق المطبخ مش هتلاقيها بره. اقل جهاز في صفحه سوق المطبخ عليه ضمان 3 سنين، 3 سنين ضد عيوب الصناعه و3 سنين ضد اي حاجه يحصل لها، يا دوب بس ترفعي سماعه التليفون عليهم وتقول لهم انا الجهاز اللي خدته او الطقم اللي خدته في 1 2 3. طيب في ناس كتير لما بتيجي تشتري تقول لك ايه؟ طب انا عروسه وبجهز وهل ومش هفتح الحاجه دلوقتي، هل هينفع ان انا يبدا الضمان مثلا او يبداوا الثلاث سنين من اول ما افتح؟ او ما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي مشكله. بس عشان في ناس تقول لك ايه؟ طب ايه المشكله؟ طب ما انا ممكن ان انا افتح الحاجه دلوقتي واشتغل بيها واجي بعد الثلاث سنين ما يخلصوا ارجع اقول لهم لا ده انا لسه فاتحه الحاجه دلوقتي. هم مش عبط، هم عارفين الحاجه اللي هم مدينها لك شكلها عامل ازاي، هم عارفين الحاجه شكلها عامل ازاي، ف ما فيهاش اي مشكله لما تاخدي الحاجه من دلوقتي وهتشيليها وانت عروسه مثلا وبتجهزي وهتيجي مثلا بعد سنه ولا اتنين تفتحيها، هيبدا الضمان من وقت ما تفتحي الحاجه. ما عندناش اي مشكله خالص. خدمه ما بعد البيع عندنا يا جماعه في صفحه سوق المطبخ خدمه ممتازه. ارجع اقول لك العرض بتاع النهارده، الخلاط مع الفرن بتاعنا الكبار اللي هو 45 لتر هتاخدي عليهم هديه هاند بلندر يوصلك لحد باب البيت من غير ما لا تروحي ولا تحتاري ولا تلفي مشاوير في الحر اللي احنا فيه دوت، والحاجه تجيلك وانت موجوده. الف مليون مبروك لكل عروسه والف مليون مبروك لكل ام عروسه بتجهز بنتها. شكرا سوق المطبخ، شكرا ليكي حمدي، شكرا للشباب. عملنا البسيسه وعملنا ام علي وعملنا البطاطس باللحمه المفرومه. لكل حبايبنا اللي تابعونا النهارده، شكرا لكل الموجودين معانا، اتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم. عملنا النهارده البسيسه ما شاء الله اللهم بارك، وعملنا ام علي. ممكن يا حمدي ثانيه واحده معايا عند محمد ولا هيمو؟ ها حمدي، شايفين دايبه دوب
دايبه دوب ما شاء الله، اللهم بارك. شاربه شاربه الحليب ومتنغنغه وحاجه كده في منتهى الجمال. بص 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 يا روحي على الجمال، بتنزل في القلب مش في المعده. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. شكرا لكل الناس اللي كانت موجوده معانا، اشوفكم بقى بكره بخير ان شاء الله باذن الله. بجد اللي كان الساعه 10 الصبح واللي فاتوا اي حاجه من حلقتنا او وصفتنا او عروضنا يقدر يتابعنا 10 بالليل. اسيبكم بخير واشوفكم بخير، واقول لكم السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.